السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أفكار في الرياضيات. إن شاء الله في هذه الحلقة بدنا نحل مع بعض تمرين عن درس التكامل بالتعويض. نبدأ على بركة الرحمن. السؤال بيحكي لي بدنا نوجد تكامل x أس 4 دوت e أس x أس 5 dx. ما فيش أي مشكلة، نبدأ في الحل، نقول له solution على بركة الله، تمام. طبعا احنا بنعرف فكرة التكامل بالتعويض. الآن أنا بدي آخذ x أس 5، هنقول له let u تساوي x أس 5. طبعا أنا لو فرضت فرضية غلط هتلاقي التكامل هيصعب. احنا هنا فكرة التكامل بالتعويض علشان نسهل التكامل، تمام. الآن الفكرة طبعا u تساوي x أس 5، بدي أشتقها، تمام. احنا في عنا قاعدة بالنسبة للاشتقاق، لمن يعطيني f x يساوي x أس n، هذه كيف بأشتقها؟ بنقول له f فتحة x، تمام، يساوي ال n بننزلها جنب ال x، وال n اللي في الأس بنطرح منها واحد. إذا الآن بالنسبة ل u تساوي x أس 5، بدي أشتقها بالنسبة ل x، حيصير عندي du على dx يساوي، أنت لاحظ هطبق القاعدة، الخمسة بتنزل وحقول له x أس 5 ناقص 1 هتحكي لي 4، تمام. الآن طبعا أنا هضرب ضرب تبادلي علشان أيضا بدي أعوض عن dx، تمام. إذا بدي أعرف قيمة dx الجديدة، إذا نضرب ضرب تبادل هتقول لي du ضرب 1 بهذا الشكل، du دوت 1 هيساوي 5 x أس 4 دوت dx، تمام. الآن طبعا هتقول لي du ضرب 1، طبعا du يساوي 5 x أس 4 دوت dx. طبعا أنا بدي dx لحالها، إذا هقسم الطرفين على 5 x أس 4، أيضا الطرف الأيسر هقسمه على 5 x أس 4. طبعا 5 بتروح مع 5، x أس 4 بتروح مع x أس 4، هيضل عندي dx، هيفضل عندي dx هيساوي زي ما انت شايف، هيساوي عندي du على 5 x أس 4، تمام. الآن صارت عندي u احنا فرضناها تساوي x أس 5، ودx تساوي du على 5 x أس 4، تمام. الآن لاحظ معايا الخطوة اللي أنا بدي أسويها علشان نوجد قيمة التكامل. الآن طلع ايش بدي أعمل، هكتب التكامل زي ما هو. الآن هكتب تكامل x تمام أس 4 دوت e، ولكن x أس 5 فرضناها u، تمام دوت. الآن بدل dx هكتب هذا المقدار، شايفه؟ هكتب du على 5 x أس 4، تمام. هيك الأمور صارت أوضح إن شاء الله. لاحظ معايا ما يلي، هتحكي لي x أس 4 بتروح مع x أس 4. الآن طبعاً في أنا هنا عندي واحد مش مكتوب، هيصير عندي 1 على 5، هذا بقدر أنا أطلعه خارج التكامل، يعني هيصير عندي خمس، وحكتب التكامل بهذا الشكل، هتكتب e أس يو دوت دي يو، تمام. الآن أنت لاحظ الخمس هذه ما إلنا دعوة فيه لأنه خارج التكامل. بالنسبة لتكامل e أس يو هي عبارة عن e أس يو زائد الثابت c، تمام. إحنا بنعرف هاي الخمس زي ما هو، تمام، وهاي e، ولكن اليو إحنا فرضناها x أس 5، إذن حيصير عندي e أس x أس 5 زائد
الثابت سي. وبهيك بنكون احنا حلينا التمرين. ان شاء الله يكون واضح وما فيش فيه اي مشكلة.